بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم الثلاثاء 27/10/2020 من مجزر البساتين بالقاهرة تم تحميل عدد 6 أطنان، 3 أطنان لمديرية أوقاف القاهرة و3 أطنان لمديرية أوقاف الجيزة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال السادة وكلاء الوزارة بالمديريات، وكل عام وأنتم بخير.